اليوم باش يكون معاكم ناطق رسمي باسم مجلس الوزراء السيد احمد زروق. علاش السيد احمد زروق؟ هو الوزير الكاتب العام للحكومه وهو المكلف باعداد هذه المجالس. دونك باش يكون عندكم لقاء متواصل معه على اثر كل مجلس وزراء، وهو قدم الامانه وقدم المسؤوليه فون اي فور قلبا وقالبا. تفضل سيدي. مرحبا بكم كل في اول مصافحه معكم، ان شاء الله تكون اشرافيه. اذا انعقد اول اجتماع لمجلس الوزراء الموسع للحكومه الجديده، ثم وزراء وكتاب دوله. استمع المجلس في بدايه الى عرض قدمه وزير الدفاع وزراء الدفاع الوطني والداخلية حول الأحداث الأليمة التي جدت يوم أمس في منطقة الذهيبة، والتي أسفرت عن وفاة شاب. وقد قرر لهذا الغرض فتح بحث إداري للنظر في الملابسات هذه القضية، إضافة إلى متابعة مسار البحث العدلي الذي فتح منذ تاريخ الواقع. وعبر المجلس عن أسفه لهذه الأحداث، وتقدم بتعازيه إلى عائلة الفقيد، كما عبر عن أسفه لعمليات الحرب التي استهدفت مراكز أمنية ومنازل أمنية، داعيا إلى احترام المقرات الأمنية باعتبارها مراكز سيادة مهمتها حماية أمن المواطنين وأرزاقهم، مع احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي. وقد نظر المجلس في دراسة إمكانية رفع العمل بالمعلوم ومعلوم مغادرة البلاد التونسية 30 دينار بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية، وذلك اعتبارا لمعاهدة إنشاء الاتحاد المغرب العربي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 50 في سنة 1989. وفي هذا السياق سيقوم وزير المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم الأربعاء 11 فبراير 2015 بزيارة ميدانية إلى المناطق الحدودية بالجنوب الشرقي لمعاينة الوضع الاجتماعي والتنموي. كما استمع المجلس إلى بيان لوزير التجارة حول الزيارات الميدانية التي قام بها إلى سوق الجملة بير القصعة والسوق المركزية بالعاصمة وعددا من الأسواق الأخرى. وتم في هذا الإطار التأكيد على تكثيف حملات المراقبة لمسالك التوزيع والترويج ومقاومة مظاهر الاحتكار والزيادات المنشطة في الأسعار. وتقرر في هذا المضمار أن يكون موضوع تزويد السوق والتحكم في الأسعار نقطة قارة في اجتماعات مجلس الوزراء. ونظر المجلس أسر ذلك في طريقة العمل للحكومة والمهام التي تنتظرها خلال الفترة القادمة. وأكد رئيس الحكومة في هذا السياق على أهمية وضرورة اشتغال أعضاء الحكومة بروح الفريق المتضامن والمتكامل الذي يضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والفئوية، ويبذل قصارى الجهد في تحقيق أهداف الثورة الحرية والكرامة واستجابة الاستحقاقات الملحة في مختلف الجهات والقطاعات. كما أكد أن الحكومة الجديدة هي حكومة إنقاذ من خلال استكمال بسط الأمن ومقاومة الإرهاب، وكذلك من خلال مقاومة الفقر والخصاصة والحفاظ على المقدرة الشرائية لعموم المواطنين. حكومة إنقاذ كذلك من خلال وضع حد لتدهور المالية العمومية
واسترجاع التوازنات الكبرى والتصدي بصراعة للتهريب والتجارة الوازية. ومن ناحية أخرى ذكر رئيس الحكومة بأن برنامج العمل الذي تم عرضه على مجلس نواب الشعب اقتصر على الخطوط العريضة على أساس أن تتولى الحكومة خلال 10 أيام، بل ورد برنامج عمل دقيق ومفصل يشمل الإجراءات العاجلة كمرحلة أولى تسبق بلورة الإصلاحات الهيكلية. كما تم التأكيد خلال مجلس الوزراء على تكثيف العمل الميداني والإنصات لمشاغل المواطنين في مختلف مناطق البلاد وتحسيس الرأي العام بالصعوبات القائمة والتحديات المطروحة التي لا يمكن معالجتها بعصا سحري، بل بتضافر جهود الجميع وإعادة الاعتبار لقيم العمل والبدء وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي. وتم كذلك التأكيد على تطوير الإعلام والتواصل الحكومي، وذلك خاصة بدعم الصلة بوسائل الإعلام بمختلف أصنافها والتفاعل معها بما ييسر نقل المعلومة الدقيقة والضافية إلى الرأي العام. وتم تعيين الوزير الكاتب العام للحكومة كناطق رسمي باسم مجلس الوزراء. أما بالنسبة للمواضيع القطاعية والمستجدات فتبقى بالمشمولات بقية أعضاء الحكومة أعضاء الفريق الحكومي كل حسب اختصاصه. من ناحية أخرى حدد رئيس الحكومة أجل أسبوع لأعضاء الحكومة للتصريح بالمكاسب لدى دائرة المحاسبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.